صباح الخير على كل متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. احنا النهارده مع ام شهد اللي هي نسومه الجميله الست الشقيانه على اكل عيشها علشان تربي اولادها بالحلال. طبعا احنا مش اول مره نيجي هنا عند ام شهد ونتكلم معاها. النهارده مع ام شهد بقى مع الاختراع الجديد اللي احنا عملناه المره اللي فاتت هنعمله المره دي. تعمل ايه بقى المره دي؟ زي ما انت شايفه برضه الدنيا حمت، حته حار والجو حار، كل ما تخشي تلاقيني هحمل في الفراخ، حتى حار بتضطري عليهم. طبعا. طب يلا بقى نحمل فراخ. يلا نحمل فراخ برضه الناس، بس عاملينهم نوع الشامبو ده، نوع الشامبو اللي انت بتستخدميه برضه. دي من نظيف، الشامبو دي من نظيف. بحب الفرخه، الفرخه بتقعد عندي بالاسبوع. الفرخه انا بقالها 15 يوم. دي برضه عامله ازاي؟ دي اللي كنا مصورين فيها برضه. ده انت حميتيها بقى ومروقه عليها كل مره. حميها حته حر وانا ماسكه البوت كده عشان الصفار دي والضرب دي. الزبير بيخش يقول لك الفرخه شكلها شين ليه كده؟ لا شكلها مش شين ولا حاجه. تستحمى وتبقى بيضه زي القشطه. حميها بقى تاني. لما دي نظيفه ما شاء الله. فكره بقى حموم الفرخه ده جات لك منين؟ حموم الفرخه هي الزبونه تشتري مني كميه. تمام. لقيت الفراخ طالعه من المكيف شكلها شين جوه. يبقى وانا قاعده بظروف. تمام. افتكرت رحت جايبه شويه صابون سايل وحطيته وقعدت احمل في الفرخه كده. يبقى فكره الشامبو ده قلت اما الشامبو زي الصابون بالظبط. قلت ادلعهم برضه. تدلع الفراخ. ادلع الفراخ. ماشي، ناوية تعملي ايه بقى الفترة الجاية مع الفراخ؟ والله كل يوم حاجة شكلي، انا مرة واكلهم كده بغير لهم في الاكل، بشوف اللي هنا يمشي معاه في الشغل. هل مثلا العلف هيزود الوزن؟ هل النظافة بتزود الوزن؟ انا بختار كده. شفت ايه بقى اللي بيزود الوزن؟ اللي بيزود الوزن لغتين حاليا، العيش المدشوش والعسل. طب دول اللي حاجتين اللي يمشوا معاه. وحموم الفراخ؟ حموم الفراخ كده منظر بس، خلي الفرخه شكلها حلو، بيزودوا نضاره. تمام. ناوي تعملي مع الفراخ الفتره اللي جايه؟ والله ما شعرنا بس حاجه، لبسناهم بان بس وكلناهم زبادو، شربناهم عسل وبيبسي. هعمل كوميتين. هعمل كوميتين، ممكن لهم حاجات جديده كده. ايه بقى الجديد اللي انت تفكري فيه؟ والله ما عارف، ممكن انا قاعده كده في حاجة. استاذ حسن بيقول لك منوره الدنيا، ربنا يوفقك. لا نورك يا باشا، كل الناس على راسي. والاستاذ فرج بيقول لك صباح الورد. صباح الورد على كل اللي خش اللايف وكل اللي معانا منورين. طبعا انت بقى في لايفاتك بتتكلمي مع الناس في ايه؟ بتكلم في لايفاتي ما حدش يظلم حد. في لايفي كله كل واحد يحافظ على بيته وما حدش يظلم حد، وما نحدفش الناس بالباب. لازم نسمع بودانا ونشوف بعينينا. تمام. نسمع من الطرفين، طرف واحد هيدي. تمام. دايما دي في لايفاتي، انا ما بحبش خربان البيوت وما بحبش الظلم، عشان الواحد طبعا متهاجم بالظلم اللي شايفه ده. استاذ مصطفى بيقول لك صباح الخير من المنصوره. على راسنا اولاد المنصوره، على راسي. يعني انت بقى بعد الناس تفاعلها معاكي بيقول ايه؟ اغلبيه الناس تفاعلها معايا حلو، ثلاث ارباع الناس شايفاني ان انا كل يوم مثلا بنزل شغل بظهر. غيرانين، مش تعرفي دي غيره، مش تعرفي دي مرض، حدين عليا بطريقه صعبه. رغم شغلي على قد وحياتي على قد، جعلين اللي انا معايا ملايين، جعلين اللي انا بعمل وبسوي. الواحد مش كده خالص، حياتي كلها شغل. استاذ فرج بيقول لك احلى تحيه ليكي من ليبيا وربنا يعطيك العافيه. على راسنا ليبيا واهل ليبيا.
واستاذ احمد بيقول لك ربنا يرزقك ست الكل يا رب. استاذ محمد منوره وربنا يرزقك منوره. عايزاكي بقى تقولي لي ان في يعني احنا سمعنا او شفنا ليكي مثلا فيديوهات او صور تردي عليهم تقولي. الفيديوهات بتاعتي انا تليفوني من سنتين ونص اتهكر. تمام. كان حاجاتي الخاصه على التليفون كلها وقعت في ايد واحد ابن حلال بيستفزني بيها عايز فلوس. تمام. كل ما مثلا يعرف حد معايا صديق اخش يقول له انا معايا صور للمشاهد معايا فيديوهات للمشاهد وقصص من دي. طبعا بيستفزوني بيحسبوني انا مش ست معروفه بيستفزوني بفلوس. انا مش عامله حاجه غلط حاجتي ولا تليفون. لغيتين ورق البنكي لغيتين ورق حساباتي لغيتين شغل كله. يعني بنتي بتتاذي يعني بنأذي ومش عارفه اخد حقي. ده كله عشان عايز اطلع من البلد. ده كله عايزين اطلع من البلد واطلع من الابلكيشن يعني من التليفون يعني مش اعمل حاجه على الفيسبوك. ابو مراد من الصعيد بيقول لك ربنا يوفقك. على راسي عمالين يهاجموا فيا بقى وحاربوا فيا وطلع عليا اشاعات وركبوا صور ويحطوا صور. طب انت ترد عليهم تقولي ايه؟ انا مش هقول حسب الله ونعم الوكيل. مش عارفه اخد حقي من حد. لازم يبقى في شهود. لازم يبقى في 2 شهود. واللي بيجي يستفزني بيروح واقفل الخط بتاعه وخلاص بيمشي على كده. تمام. وانا مش عارفه اخد حقي. كل ما اروح النيابه تقول لك لازم شهود. لازم يبقى معاكي دليل. دليل. طب ماشي احنا نعمل ايه؟ واحد بيشير بيا اعمل ايه؟ ما ده لازم يبقى هو النيابه. المفروض يبقى معانا واحد بيشير بحد. طب انت ليه ما طلعتيش لايف مثلا واتكلمتي وقلتي للناس اللي بتتابعك ان في حد مثلا بيحاول ان هو يتابعني؟ بتيجي تقول لي في ارقام فيك بتخش لنا وبتكتب عليكي كلام مش حلو. ممكن نرمي ده ورا ظهرنا عادي؟ انا مش قادره ارمي ان انا مظلومه مش عارفه استحمل انا فيه. شغل مأثر على حياتي الشخصيه ان انا مش عارفه اضحك مش عارفه اعيش حياتي ومش عارفه اخد حقي. مش الدولة مش مساعداني ان انا اخد حقي. انا عاوزه حد من اي حد ياخد حقي ان انا خلاص. واحد عمال يهدد فيا طب انت مين؟ ما اعرفش من دولة بره. طب بصي مشاهد يعني الناس هنا في التعليقات بتقول يعني انت مش شايفه ان شغلانة تانية غير الفراخ او انك تطلعي على التيك توك؟ مفيش شغلة تانية اشتغل ايه؟ انا مش متعلمة عشان اشتغل شغلة تانية. انا بشتغل معلش بطلع على تيك توك عشان ايه؟ مش عشان شغل على الفيس. عشان اعرض شغل. انا طالع اعمل ايه؟ اتكلم مفيش حد بيدعمني. اللي كان بيدعموني خلاص كده كل ما حد يخش يقول لك لما شاهد قاعدين لنا لايف. لا نسمه بتكسب نسمه معها نسمه فيها وفيها الناس بتمشي. يعني مش شايفينك ان انت معاكي فلوس كتير فعشان كده بتطلبي؟ مفيش معايا منين؟ عرض معايا منين؟ استاذ عمرو بيقول لك تحياتي ليكي يا ست الكل هو من السعوديه. على راسي. استاذ محمود ربنا ينصرك ويوفقك. استاذ صلاح ابو وليد بيقول لك ربنا يرزقك ويرزق الجميع. اللهم امين. استاذ منصور كلام حضرتك على راسي من فوق اكيد. بيقول لك كمان مفيش احسن من الحلال. الحمد لله والله. طب قولي لي بقى انت مش ناويه ان انت تفتحي فرع تاني او تعملي مثلا حاجه جديده الفتره الجايه؟ لا اعمل ايه؟ مش سايبيني في حالي اعمل ايه؟ انا باكل لقمه عيش مع فرختين ببيعهم وناس وابن حلال مصفي ده مش سايبني في حالي. انت عندك اولاد عندهم كام سنه؟ معايا 13 ومعايا 12. يعني الاولاد الشغل اللي بتبيعي الفراخ ده هل مجزي بالنسبه لك؟ يعني بتعرف عارفه تعيشي بيه منه؟ ما عارفه اعيش. لو مش عارفه اعيش مش هبيع فراخ. ايه الزباين وماشيه والحمد لله. انت بتفتحي المحل بتاعك من الساعه كام؟ بفتح من 7 لـ 4:30 بروح عشان انا شغل على اليوتيوب على الفيس بعمل اكل وبقدمه. قولي لنا بقى اكلاتك الروعه اللي بتعمليها اللي احنا لسه عايزين نصورها بيبقى عباره عن ايه؟ بشاميل رباط فراخ اكل البيت العادي لاي حاجه. هل حد من بره بيطلب اكل منك انك انت مثلا توصلي؟ في ناس بتطلب بس انا ما بعملش اكل بره. تمام. اكل كله الا بيتي. في ناس بتقول ام شاهد مش في المود خالص. مش في المود عندي في اللي مكفيني مش عارفه اخد حد خالص. ان شاء الله ناس بتحاربني. المتابعين هنا يعني عايزينك دايما تكوني مبسوطه وفرفوشه كده يعني. انبسط ازاي وانا مش عارفه اخد حقي؟
واحد بيشير بيا وانا مش عارفه اخد حقي منه. ان شاء الله تاخد حقك وربنا هيرزقك الفتره اللي جايه. تحبي تقولي ايه بقى لمتابعينك اللي على التيك توك؟ احب اقول لكل متابعيني الله يفتح لهم باب الرزق، ومن طالما حد يظلم حد، ان انا في محنه صعبه من كثر الظلم، 3 سنين ظلم بنظلم فيهم ومش قادره، مأثره على شخصيتي ومأثره على نفسيتي ومأثره على كل حاجه، مش عارفه يعني. انا لو انا شمال كنت مشيت في الدنيا وعادي، بس انا وانا ست شمال انا ينحكم عليا ان انا في شمال. استاذ عمرو هنا بيقول لك كام سعر الفراخ النهارده يا اصيل؟ الفراخ ب 61. 65. ابو نور بيقول لك ربنا يبارك فيك ويحفظك من كل شر. اللهم امين. ها اختراعاتك الفتره اللي جايه في الاكل ايه بقى؟ ان شاء الله هنعمل تاني محشي بالمكرونه. ازاي بقى عملتي المحشي بالمكرونه؟ كان كيلو رز وصل 31 جنيه. تمام. رحت انا جايبه المكرونه مطرح الرز، بتعمل لها المكرونه هو الرز بالظبط. عملت المحشي بالمكرونه، بس الصراحه هو حلو، بس عاوز اللي ياكل يعني. ما المشكلة ان المكرونة بتبقى تقيلة وكمان المحشي تقيل، فانت كده هتبوظ الدنيا. عايز اليوم. استاذ خالد بيقول لك تحياتي ليكي من الاقصر. على راسي. واستاذ سيد بيقول لك تحياتي ليكي من سوهاج. على راسي. يعني ما شاء الله شايف الناس متفاعلين معاكي وبيحبوكي جدا. ناس حبايبي كتير. طب ايه اكتر كومنت سخيف او وحش جالك وانت رديتي عليه بايه؟ برد عليه كلمة حسب الله ونعم الوكيل او اللي فيتك اعمله. تمام. الكومنتات الحلوه بقى اللي هي الايجابيه، الكومنتات الحلوه بتحسسني ان انا عايشه، اما بلاقي حد بدعي لي وبلاقي حد معايا بحس ان انا عايشه، اصور وانا بضحك، اتكلم في اللايف وانا بهزر، اما طلعت مع الكومنتات تيجي اصل الدنيا واحد بحاربني بفلوسه، ليه كل الناس تبقى ضدي انا؟ المفروض الواحد الناس تكافح مع الواحده الست. استاذ صلاح فريد بيقول لك الله ينور عليكي. استاذ سيد بيقول لك تحياتي ليكي من سوهاج. استاذ سامي الله يوفقك. استاذ مصطفى منوره يا غاليه. منوره. استاذ احمد تحياتي من الشرقيه. على راس الشرقيه. استاذ محمد بيقول لك منوره دنيا مشاهد الشرقاوي الشرقيه. رواء بتقول لك الله يقويكي. استاذ صلاح بيقول لك تسلم ايدك. استاذ ابو احمد تحياتي ليكي وتقديري من فلسطين قطاع غزه. على راسي. استاذ بيقول لك ممكن اسم صفحتك على التيك توك؟ اسمي نسمه محمد على التيك توك ولا اليوتيوب نسمه محمد وعلى الفيسبوك نسمه محمد. طب الناس اللي بتيجي تقول لك مثلا في الكومنتات بيقول لك يعني انت ليه حابه ان انت تتشهري مثلا؟ انا مش مشهوره ولا حاجه، انا مشهوره في ايه؟ ده شغلي. يعني انت مش شايفه اللي انت بتعمليه ده مثلا شهره؟ لا مش شهره ولا حاجه. ان انت تقدمي شغل كده كده الناس كلها متابعه النت. ان انا اقدم شغل. طب لايفاتك اللي بتبقى على التيك توك انت بتقدمي فيها شغل ولا بتتكلمي مع الناس؟ لا بخش فيها لقمه عيش، ممكن ربنا يرزقني بحد يدعي لي بحاجه ولا كده. بقدم فيها ان انا بتكلم بس. كل واحد يحافظ على بيته، كل واحد يحافظ على نفسه، محدش يخلي حاجه على تليفونه، محدش يامن لحد. دي حياتي على التيك توك، اما حياتي على اليوتيوب وحياتي على كواي وحياتي على الفيسبوك شغل. الشغل اللي انت بتقدميه على تيك توك او كواي ايه؟ فراخ. جميع الفراخ. تمام. بعمل ايه؟ بعمل كل حاجه. انت مفيش حد بيساعدك هنا؟ لا. يعني انت بتنزلي لوحدك؟ بنزل لوحدي. استاذ احمد الشهاوي بيقول لك تحياتي من الدقهليه. على روز. يعني ما شاء الله هنا الناس بتحبك جدا ومتابعينك. استاذ محمد بيقول لك ليبيا بتقول لك الله ينور. استاذ سيد بيقول لك انت اشمعنى بتشربي الفراخ بيبسي؟ بيبسي بيهدم استاذ سيد في الصيف بس الحياه دي. اما العسل صيف شتاء، البيبسي والبطاطا في الصيف بس. ما في الشتاء بتعملي لهم ايه بقى؟ لا في الشتاء دي لهم اكل تاني. زي ايه؟ زي هقول لك زي ايه؟ زي فول مدشوش وعيش. لا اختراعاتك انت. ما دي اختراعاتي. فول مدشوش؟ فول مدشوش وعيش. لا طب والمشروبات ما بتقدملهمش مشروبات؟ لا المشروبات بتبقى ميه دافيه، ما
مع معلقتين عسل. معلقتين عسل يعني لازم يبقى في حاجه في سكر في في الميه. سكريات خفيفه وزيت اكتر بقى من الصين. تمام. بتحبي تقولي ايه بقى لمتابعينك؟ احنا ربنا يفتح لهم باب الرزق ويبعد عنهم مراد الحرام اللي مضايقنا في حياتنا. الواحد يفتح لشغله ومحدش بينفع حد. استاذ محمود عبد العظيم بيقول لك انا متابعك من زمان وبحترمك جدا، ربنا يقويكي، انت انسانه جدعه ومحترمه. عايزك كده تفرفشي الفتره اللي جايه، ما مش اي حاجه تهز. عايزه اخد حقي. تاخدي حقك. بس استاذ احمد بيقول لك ربنا يقويكي ويسعدك، انت ب 100 راجل. يا رب الله يعزك يا استاذ احمد. ناويه تقولي ايه لمتابعينك الكرام سواء هنا على الفيسبوك او يوتيوب او هاو ريز يوز؟ معناها ايه بقى؟ ايه يعني ايه هاو ريز يوز؟ انت بتقولي ده ايه؟ تقولي ايه تاني؟ قولي تاني. بقول لهم ايه؟ اتمنى لهم السعاده، والله العظيم اتمنى لاي حد استعينة. السعاده لنا مش شهره. ان شاء الله تشوفيها وربنا يكتبها لك خير دايما يا رب. تحيه من ابو كبير ميديا، كل الناس بتحييكي هنا وبيحاولوا ان هم يتواصلوا معاكي، فممكن بقى تقولي يتواصلوا معاكي ازاي؟ ايه؟ الناس لو حابه مثلا تشوف الفيديوهات بتاعتك. ما فيديوهاتي انا على الفيسبوك اسمها محمد، على التيك توك اسمها محمد، صوري انا لحمي وشحمي. في ايميلات تانية فيك مش بتاعتك خالص. طب تحبي تقولي ايه للناس اللي بتشهر بيكي او تاخد مثلا صور نعمل وتعمل فيديوهات مثلا؟ اللي بيشير بيها يشوفها ببنات ومعاها اربعه يشوفها ببنات. تحيه ليكي من السودان استاذ احمد. على راسي. واستاذ ابراهيم بيقول لك ربنا يسعدك ويقويك يا رب العالمين، انت انسانه محترمه جدا. اللهم امين. ناويه بقى الفتره اللي جايه لما نيجي نصور تاني هنعمل ايه؟ طلعت جديده بقى، ممكن نحط لهم مونيكير. حلو ده. احنا المره اللي كنا احنا نسينا ان احنا هنسرح لهم. هنسرح لهم والله. خلاص ماشي. بنشكرك جدا يا مناسبه. انا وان شاء الله هتاخدي حقك وتكوني مبسوطه الفتره اللي جايه باذن الله. واحنا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكي، والناس اللي في الكومنتات كلهم طبعا كانوا مبسوطين. على راسي. استاذ احمد حسن بيقول لك هنتابعك على التيك توك. على راسي، شرفني طبعا. وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون عليكي هي. بنشكر كل متابعي ابو كبير ميديا، وطبعا بنشكر المشاهد اللي هي نسومه الجميله بتجري على رزقها ورزق اولادها. ربنا يقويها ويعينها يا رب. وطبعا بنشكر كل متابعي ابو كبير ميديا وكل حد عمل كومنت هنا، وان شاء الله تنتظرونا في لايفات تانية كتير. مع السلامه.